تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا مرحبا بك بداية. إذا 3 ساعات في الاجتماع لمجلس الحرب وسيستأنف غدا، ما هي القرارات وما هي أبرز التفاصيل؟ بالفعل إيمان، استمر كابينيت الحرب اجتماعه الثاني فيما يتعلق في الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير السبت صبيحة الأحد، وكان هنالك العديد من السيناريوهات المطروحة. بعض وسائل الإعلام سواء الأمريكية أو الإسرائيلية تحدثت أن إسرائيل تصر على أنه سيكون هنالك رد إسرائيلي، ولكن الموضوع العائق حتى اللحظة كيف سيكون شكل هذا الرد وأين سيكون ومتى سيكون. هنالك بعض التقديرات الإسرائيلية كانت قد قالت أن الرد الإسرائيلي لربما يكون اليوم، وذلك بسبب ادعاء من قبل بنيامين نتنياهو لأحزاب المعارضة الإسرائيلية ودعوتهم لمشاورات أمنية فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، ولكن فيما بعد تم تأجيل هذا الاجتماع بسبب انشغال ووضع الجدول الاجتماعي لبنيامين نتنياهو. في المقابل بعض الأوساط الإسرائيلية تقول بأنه يجب الاستعجال في هذا الرد الإسرائيلي، وإلا إسرائيل ستخسر الدعم الدولي والذي يعطيها حقها في الدفاع عن أراضيها مع مرور الوقت. وصاحب هذه النظرية وهذا لافت هو بني جانتس وإيزنكوت، اللذان من اللحظة الأولى لتنفيذ الهجوم كانا قد طلبا في الرد الفوري والسريع، ولكن اتصال بايدن الأخير مع نتنياهو كان قد أجل الرد الإسرائيلي. التقديرات العسكرية والسياسية تقول أن الرد سيكون على منشأة إيرانية، ويجب أن يكون الرد هذا الرد يجب أن لا يصل إلى حرب شاملة، حرب إقليمية، أو بأن الرد لا يخلف إصابات كما كان الرد الإيراني على إسرائيل. توالت التصريحات فيما يخص هذه الضربات والهجوم الأخير، وقالوا بأنه بالفعل هنالك إصابات في قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين. في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القدس سيكون هنالك كلمة للجيش الإسرائيلي في قاعدة نيفتيم التي أصيبت في هذه الصواريخ البالستية التي سقطت ولم تعترضها دفاعات الجو الإسرائيلية، للتأكد وللتأكيد ولطمأنة الجمهور بأن الأضرار كانت خفيفة وبسيطة نوعا ما. طيب دانا، كيف تتعاطى هذه الحكومة أو مجلس الحرب مع الرفض الأمريكي لمساندة إسرائيل في نوعية وطبيعة هذا الرد؟ ما الذي يتداول في داخل إسرائيل حول الرغبة الأمريكية في هذا الشأن والتي بدت واضحة سواء من خلال الرئيس الأمريكي أو وزير الدفاع؟ وزير الدفاع منذ اللحظة الأولى وهو يدلي بتصريحات يقول بأنه يجب استغلال هذا الحلف الذي أنشئ للتصدي لهذه الهجمات الإيرانية للرد على إيران، وكأنه يحاول إقحام الولايات المتحدة في هذا الرد الإسرائيلي، على الرغم من أن الموقف الأمريكي كان واضحا بأنها لا ترغب في جر المنطقة إلى حرب إقليمية، وبل ودعا بايدن إلى اعتبار ما حدث خطأ استراتيجي للإيرانيين وبأنه نصر عسكري للإسرائيليين. وبأن بما أن الرد أو الهجوم الإيراني لم يوقع ولم يخلف أي إصابات في صفوف الإسرائيليين أو حتى في مباني أو في قواعد عسكرية بالغة، فيجب على إسرائيل التغاضي لربما بعض الشيء، ودعا بأن يكون الرد دبلوماسي. هذا يعني زيادة عزلة إيران في المجتمع الدولي، وهذا أمر محبب بالنسبة للإسرائيليين، ولكن لن يكون هذا فقط الرد من قبل الإسرائيليين، لأنهم سيحاولون استرجاع قوة الردع الإسرائيلية التي هزتها إيران، وخاصة أن إسرائيل كانت تروج دائما بأن مساس الأراضي الإسرائيلية من الأراضي الإيرانية مباشرة، هذا يمثل خط أحمر، وإيران كانت قد تجاوزت هذا الخط، وهذا ما عبر عنه الوزيران المتطرفان في طبيعة الحال سموتريتش وإتمار بن غفير، اللذان قالا بأنه يجب أن يكون الرد مزلزل وقوي وصارم وقوي حتى نستعيد قوة الردع الإسرائيلية التي اهتزت بسبب هذه الصواريخ. الجانب السياسي والعسكري يحاولان تصوير ما حدث بأنه نصر إسرائيلي، ولكن بدأت هذه الانشقاق
التعليقات تعود إلى السطح من جديد فيما يتعلق في الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية. هنالك من يريد تسريع هذه الضربات، هنالك من يريد ويرى كما يرى الأمريكيون. يمكن في بعض الأخبار التي تعرض الآن وكانت تعرض منذ قليل على شاشاتنا المتعلقة ببعض التقارير لمسؤولين أو تصريحات لمسؤولين في إسرائيل يرجحون أن يكون الرد دبلوماسيا، يعني ما بين الدبلوماسي والعسكري. هل وردت إليك أي معلومات بخصوص هذا الرد الدبلوماسي وما طبيعة هذا الرد الدبلوماسي الذي يقصدونه؟ في المرات السابقة كان هنالك عمليات اغتيال في السنوات السابقة أو تنفيذ ضربات إسرائيلية في داخل الأراضي الإيرانية، ولكن إسرائيل عادة لا تعلن مسؤوليتها عن يعني هذه الاغتيالات أو هذه العمليات التي تنفذها في داخل الأراضي الإيرانية خوفا من توسيع جبهات الحرب. ولكن السيناريو الذي ذكرتيه هو السيناريو المطروح في داخل أروقة كابينيت الحرب، وهو بأن يكون الرد الدبلوماسي. هذا يعني بأن المجموعة السبع بحث أيضا كيفية الرد الدبلوماسي. هذا يعني أن تلاحق إيران في المحاكم ووفق القانون الدولي، وبأن تزيد عزلة إيران عن العالم بوصفة إرهابية والملاحقات القانونية التي تترتب على إيران نتيجة هذه الهجمة الأخيرة. كما ذكرنا هذا سيناريو مطروح، ولكن إسرائيل ترى بأنه يمكن أن يكون هذا السيناريو بجانب السيناريو العسكري، أي تنفيذ ضربات إسرائيلية لمنشآت إيرانية دون التسبب في أضرار، وكأنها تروج للعالم بأنها هي رد الفعل، متناسية بأنها كانت الفعل من الأساس في الأول من إبريل في تنفيذ عملية الاغتيال في دمشق. وهذا أيضا خيار مطروح أمام كابينيت الحرب، ولربما نتنياهو هذه المرة يدعم هذا الخيار بسبب إعادة العلاقات التي كانت متوترة بينه وبين بايدن، واليوم بايدن يطرح على نتنياهو هذا الخيار بأنه الرد الأمثل. شكرا جزيلا دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة على هذه المعلومات، شكرا لك.